السلام عليكم، تعالوا معايا شوفوا هنا طريقة فطار المطاعم. هنعمل سندوتشات المطاعم أحسن كمان، مطاعم وأنظف. تعالوا معايا شوفوا الطريقة. هنا بنعمل ايه؟ السلطة طبعا قطعنا الطماطم والخيار، وهنا ده قطعنا الجرجير. هنحط التوابل، فلفل أسمر وملح وكمون، وهنعصر عليهم نص ليمونة. هنقلبهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين معايا. هنا نقطع الفلفل معاكو. عاملين طبعا ايه سلطه للاطفال الصغيرين من غير ايه، من غير فلفل. وهنا قطعنا معاكو البصله. عندي طبعا في عندي واحد من ولادي ما بياكلش الاكل ببصل، فاحنا لازم ايه نعمل له كده شويه سلطه من غير بصل. دي طريقه تقطيع السندوتشات. العيش بتاعها بكل سهوله، بنحط كده العيش على الرخامه ونقطعه نصين. هنا زي ما انتوا شايفين معايا نعمل سندوتشات. الاول حاجه شيبسي، وعليها السلطه اللي احنا عملناها، وعليها معلقه من الطحينه. هنحضر كميه السندوتشات ديت اللي هي من غير ايه، من غير بصل ولا شطه للاطفال الصغير. انتوا شايفين معايا كده، وهنحط الطحينه. سندوتشات طعمها جامد جدا، وفطار مختلف، والاطفال بيحبوه جدا. ولادي بيحبوه وانا بحبه. بعدين بناخد كده شويه من السلطه على الفول المطحون ونقلبهم مع بعض عشان نعمل السندوتشات الفوق. زي ما انتوا شايفين معايا كده، هنحط كمان عليهم شويه من الطحينه وهنقلبه. هنعمل بقى معاكم سندوتشات الفول، طعمها خطير جدا زي ما انتوا شايفين معايا كده. جربوه واعملوه لولادكم، هيعجبهم قوي قوي. فطار خفيف زي بتاع المطاعم. دلوقتي السندوتش في المطعم ب5 جنيه، فاحنا بنوفر طبعا وبنعمله في البيت. وهنا طبعا مقلين جايبين عجينه طعميه، حاطين عليها بيضايه واحده، وقلينا الطعميه ونعمل سندوتشات. حطينا الطعميه كده زي ما انتوا شايفين معايا، وعليها السلطه والطحينه. هنجهز كده السندوتشات معاكو، هنعمل كل الطعمية اللي معايا ديت. يعني الفطار دوت كده روتين مختلف كده في الأسبوع، عن مثلا ما كل يوم ناكل كده بالعيش، لا نعمل لهم مرة سندوتشات كده، يبقى في تغيير برضو. طبعا في البيت طبعا بيبقى أنضف وأحسن طبعا من المطاعم. بنعمل كل حاجة بإيدينا، والزيت نضيف معانا اللي بنعمل فيه الطعمية، وكل حاجة نضيفة معانا وزي الفل. وزي ما انتوا شايفين معايا كده، حطينا السلطه على الطعميه. نخلص كل الكميه دي معاكم واقول لكم بقى ايه. اهو كل الحاجات دي طبعا من المطعم. دي طحينه وفول مطحون، وبنجيب العجينه بتاعت الطعميه بنعملها عندنا في البيت في زيت نضيف طبعا غير بتاع المطاعم. زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو، جايبين كمان بتنجان وفلفل من المطعم. دي ميه السلطه، طعمها خطير جدا، تعجبكم قوي. وكده حضرنا كل السندوتشات معاكم. سندوتشات اهو بسم الله ما شاء الله، يعني كمية كده وبنفطر بيها. اهي سندوتشات الطعمية وسندوتشات الشيبسي، طعمها حلو قوي، جربوها تعجبكم. وسندوتشات الفول، يعني لازم كده نعمل فطار مختلف كده حتى لو يوم واحد في الاسبوع. زي ما انتوا شايفين معايا كده، ومية السلطه طعمها حلو قوي جنب الفطار. هنا بقى خلاص خلصنا فطار، هنعمل لنا بقى كوبايتين كده من النسكافيه زي ما انتوا شايفين معايا كده. احنا بنشرب ايه هنا؟ جايبين كيسين من الكوفي ميكس، انا بحبه جدا طبعا، على طول بعمله اهو. هنحضر كده معايا الكوفي ميكس السخن كده، وبعد الفطار طبعا. وده كان فطارنا النهارده، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.